يعني في اليوم ما يسمى صناعة النجم بكثير من البلدان. هلا يمكن هذه الكلمة تستخدم أكثر بالأوساط الفنية، يعني على مستوى المغنيين، على مستوى الممثلين إلى آخره، ولكن يستحق أيضا الشعراء، الأدباء، المفكرين، الفلاسفة، الرسامين، أي شكل من أشكال الإبداع الإنساني يستحق أن نوجه له تحية. تحية كيف؟ من خلال أن ندل على عمله. يعني أنا كيف بحيي الشاعر؟ بحيي الشاعر بإني أعرف الناس على قصيدته، والرسام عرف الناس على لوحته، والمسرحي ادعي الناس إنه يجوا يشوفوا. يعني أنا بعرف إنه في دار أوبرا محترمة بمسقط، بس بحب إني أشوف أكثر يعني العروض التي تقدم على 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 يعني منصة دار الأوبرا. بحب أن أقرأ عنها، يعني سواء مش فقط بالصحافة المحلية أو بالشاشات المحلية، بحب أنه يكون في نوع من ترويج لكل ما هو إبداعي، لكل ما هو ثقافي، لكل ما هو فني. فهذا الحراك وأن يأتي كل هؤلاء، نعود إلى المؤتمر يعني من هذه الناحية، أن يأتي هذا العدد من الصحفيين من كل أنحاء العالم ومن كل أنحاء الوطن العربي، وأن تتاح لهم جولات على متاحف، على يعني معالم سواء أثرية أو غير أثرية، على المراكز الثقافية وغير الثقافية. فهذه فرصة، يعني هذه فرصة أتاحها انعقاد المؤتمر بمسقط وبعمان لهؤلاء أن يتعرفوا أكثر إلى البلد، ولكن أيضا فرصة للبلد نفسها أن يسلط الضوء على ما تزخر به، من خصوصا نحن عم نحكي عن بلد يعني مش بلد حديث النشأة، يعني بلد ضارب يعني بجذوره بالتاريخ وبالجغرافيا، موقعه يعني لا يستهان به. فوجود كل هؤلاء هنا هو فرصة، فعلا فرصة، جميل. بكل ما تعنيه الكلمة. جميل يعني أستاذ.